وللمزيد حول جهود مصر لإدخال المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. أستاذ ناجي، بعد التحية، نحن نتحدث في اليوم 80 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومصر على عهدها في طرق كل السبل لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني وإيقاف هذه الحرب أو هذا العدوان، كيف تقيم هذه الجهود؟ الجهود المصرية هي الرقم الصحيح للحرب الإسرائيلية على غزة. مصر منذ اليوم الأول لاندلاع هذه الحرب الوحشية على هنا في غزة، وقد يعني قامت بدورها التاريخي الذي قامت به على مدى 75 عام هي عمر القضية الفلسطينية. وكان موقف مصر الواضح من إدخال المساعدات وربطه بخروج الأجانب من رفح المصرية كان محل احترام وتقدير الفلسطينيين وكل الشعوب المحبة للسلام في العالم. مصر حتى الآن 85% من المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة والمساعدات التي ما زالت في الانتظار أن تدخل إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية من المجتمع المدني المصري بمساعدة الدولة المصرية. لذلك موقف مصر يعني سوف يخلطه تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، لأنها هي التي كشفت بداية الأزمة كلها أبعاد المخطط الصهيوني الأمريكي الغربي على الهادف إلى التهجير القسري عبر الضربات الوحشية للطائرات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على اتجاهها جنوبا اتجاه سيناء، ومن أجل تصويت القضية الفلسطينية وجعلها أرض بلا شعب. هذا ما أوضحه رئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات علنية مع رؤساء وحكام ووزراء خارجية دول العالم الغربية الضلع في هذا المخطط. وكان هو وراء، وكان هذا الوضوح والمكاشفة لهذا المخطط هو الذي كان وراء تكوير رأي عام مصري ورأي عام عربي ورأي عام عالمي ضد هذه الحرب، ويدعو إلى إيقافها، ويدعو أيضا لإدانة هذه الهجمات الوحشية للطائرات الإسرائيلية. وما زالت مصر حتى الآن تقوم بدورها عندما عقد مؤتمر قمة السلام ثم مؤتمر القمة العربية الإسلامية، وكانت فيها واضحة تماما أن الاثنين التزموا بخريطة الطريق المصرية التي وضعتها الدولة المصرية بوكالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج من هذه الأزمة. ثم كان أيضا ربما أستاذ ناجي، يعني هذا الموقف المصري ليس موقف قيادة سياسية فقط، ولكنه موقف شعبي وموقف أيضا سياسي يحظى بظهير شعبي. الرسائل التي يقدمها هذا المشهد سواء لأشقائنا في فلسطين أو الغرب أو حتى المؤسسات الدولية ودور الأحزاب في ظل التعددية الحزبية التي تشهدها مصر هذه الأيام، يعني أول رسالة أن مصر الشعبية خلف مصر الرسمية في أي تحرك باتجاه القضية الفلسطينية، وأن مصر الشعبية تدعم وتؤيد وتوافق على كل ما اتخذته مصر الرسمية من قرارات وإجراءات رافضة للتصويت القضية الفلسطينية، وأيضا رافضة لأي مساس في الأمن القومي المصري. ثاني هذه الرسائل أن مصر الشعبية قامت بالدور الأكبر في تقديم المساعدات إلى أهلنا في غزة. منظمات المجتمع المدني المصري والهلال الأحمر وغيره كلها تصارعت من خلال رغبة شعبية خالصة لكي يعني تدعم القوافل الداخلية لغزة بكافة أنواع المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، وهو ما شهد به الجميع. ثالث هذه الرسائل أن مصر هي في قلب الصراع وهي رقم صحيح لحل الأزمة، وإن الجهود المصرية كانت وراء الهدنة الأولى وراء الهدنة الثانية، وما زالت الجهود المصرية متواصلة لكي يكون هناك اتفاق على إيقاف هذه الحرب المجنونة وإنقاذ أهلنا في غزة. رابع هذه الرسائل أن مصر نبهت العالم كله أن المشكلة ليست مشكلة في هجمات المقاومة الإسلامية يوم 7 أكتوبر، لكن المشكلة أن هناك شعب بيعاني على مدى 75 عام من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 مليون و67 وعاصمتها القدس وتبقى لتقارات الشرعية الدولية. كل هذه الرسائل أوصلتها مصر بكل وضوح، وأيضا عندما نرى أن كل دول العالم تحج إلى مصر كانت تمس رأيها وجاي تستمع وجهات نظرها، تؤكد لك أن دور مصري في هذه الأزمة هو الدور الأساسي والرئيسي البارز والمحوري في هذه الأزمة. الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، شكرا جزيلا لك.